هوية بريس. اسم أيس صبان عبد العزيز، معلم عرضي سابقا، مدمج 2007، مهضم الحقوق بالنسبة للمتقاعد، محسوب لي خدمت 91، محسوب لي من 2007، والفترة من 91 إلى يومنا هذا مشات هكاك هباء منثورا. وفنينا زهرة العمر ديالنا، أغلى حاجة عندنا في الحياة ديالنا هو زهرة العمر، عطيناها لهم وعطيناها للوطن من أجل من أجل الشباب ومن أجل نشء اللي هو يكون في المستوى، وعطينا الكثير في الكثير الكثير، وخرجنا أجيال وأجيال وأجيال. ورغم هذاك الشيء الآن احنا كما كتشوفوا الوضعية كيفاش دايرها، الحمد لله على كل حال. ونتمنى الله أن الصوت ديالنا يوصل للناس المسؤولين، وتكون أذن صاغية، ويكون عرض يعني في المستوى المقبول عندنا وعند جميع الإخوان المتضررين. أنا عبد العزيز قنديل، من بين الأساتذة العرضيون فوج 2007. فوجئنا في التقاعد ديالنا بواحد الراتب اللي هو هزيل جدا، حتى ما كيكفينا حتى لمعالجة الأمراض ديالنا. عاد نشوفوا التكاليف ديال الأولاد ديالنا اللي كيقراو، والحياة اليومية المتطلبات ديالها. وكنطلبوا من المسؤولين على هذا الملف باش يصارعوا لنا في أقرب وقت وجيز جدا، باش يقدوا لنا هذا الملف ديالنا. راه ضايعين بزاف ضايعين، وكنتمناو باش نكونوا مستفدين من هذا النظام ديال التقاعد. حتى المنحه التي تعطى للاستاذ حينما يتقاعد راه يعني مشات لنا، يعني واش منعنا منها ولا حرمنا منها الى اخره. المهم هاد الوزارات وهاد سميتو راه ما داروا معنا والو، وكنتمناو باش يصارعوا بهذا الملف، يفكوه في اقرب وقت ممكن. وشكرا لكم على الحضور ديالكم. اسم عزران عبد العزيز، ملحق تربوي في الثانوي، انتهيت بسلم 10، ولكن السنوات الاقدميه راه انا منذ 1988 كعراضي، ما تزمش حتى 2007. والآن كل هذا التعب هذا، خدمنا في الجبال كمعلم كشاف، وجينا الإدارة سميتو قمنا بالواجب ديالو وطحينا من أجل العلم، وفي الأخير جزاؤنا هو تقاعد هزيل وقرصنة منحة الميتي التقاعد ديال الميتي اللي قطعها. وعندنا سميتو مشكل ديالها سميتو الأقدمية ديالتنا مشات عشرين عام ما تزاد حتى في التقاعد، وحنا جينا أساسا يعطيونا حقنا واحتسبوا لنا سنوات المقرصنة.